السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سامي. اليوم نقدم لكم حليب محلى، جوج طرق، طريقتين حليب محلى سهلين اقتصاديين، تيجيو حسن من الجاهز، رائعين بالنسبة لبغينا نصوبو حليوات، صوبو الكلاص، نصوبو يعني تنحتاجوه بزاف، وبعض المرات ما تلقاوهش ولا تلقاوه غالي. نبداو على بركة الله. غناخدو عندي هنا الطريقة الأولى، ناخدو 500 مليلتر ديال الحليب، حليب عادي تناخدو 500 مليلتر منو، هنا تنعبرو هنايا تنوزنو 500 مليلتر، هي هادي عندي 500 جوج ولكن 500 ماشي مشكل، 500 مليلتر. وغنضيفو ليه 250، ما بين 230 حتى 250 غرام ديال السكر حبوب اللي غنضيفوه ليه، يعني إذا كان إنسان بغى 230 حتى 250 غرام، هي هادي نضيفوه ليه وغادي نحركوه، نبقاو نحركو فيه باش يدوب السكر مع الحليب. صافي نديروه فوق العافية مهيلة مع التحرك. في الأول نزيدو ليه، ولكن من بعد نقصو عليه، فاش يبدا يغلي نقصو عليه، نبقاو مع التحريك تيطلب تقريبا نص ساعة حتى 35 دقيقة باش ها هنايا. من بعد ما دازت نبقاو مرة ندورو نحركو، ها هو هنا وجد، هو هدا. ولا دار لك هما، الا دار هذوك الكويرات ندوزو في الماكينة تيولي رطب. هذه الطريقة الثانية اللي غنحتاجو ليها نص كاس ديال الماء، يعني نفس الكاس نعبرو به. عندي هنا كاس ديال الحليب غبرة، عندي هنا كاس قل صبع ديال السكر حبوب، يعني تنقصو منو كاس، تنحيدو منو تقريبا قيمة الصبع صافي باش ما يجيش حلو بزاف. هنايا غنديرو كلشي في الخلاط، ضفنا الماء، ضفنا الحليب الغبرة، ضفنا السكر حبوب اللي غنطحنو مزيان باش ينسجم، نضربو مزيان باش ينسجم مزيان، هيا هاكا نضربو مزيان باش ينسجم مزيان، هاكا نوضعو في الانية ديالنا اللي غنطيبوه. هدا متيستغرقش الوقت، هدا عندك ما بين 5 دقايق حتى 10 دقايق صافي، وغالبا 5 دقايق غير تيبدا غلي 5 دقايق. حنا غنوضعو في الانية، خويناه، نحركو فيه باش ما يلصقش، حذاري ونحركو حتى الجنيبات باش ما يلصقش، تكون الانيه تكون ثقيله باش ما يلصقش لينا، حيت مع السكر يقدر يلصق. هاكا نبقاو نحركو فيه تكون ما بين 5 دقائق حتى 5 دقائق 10 دقائق، ردوا معاه البال. هاكا ما نرصاوش عليه، هذا خصو التحراك، نوقفو عليه حتى يوجد، استمروا في التحراك بحال هاكا. هنايا تنبقاو نحركو حتى يوجد لينا، ها هو تا هو من بعد وجد، ها هو تا هو الا دارو دوك الكرات ندوزو في الماكينه باش يولي يرطب، ها هو من بعد ما وجدنا، وهذا ها هو هذا ديال الحليب العادي، وهذا ديال الاخر الحليب غبره. هنايا غنضيفو ليه قبيصه د الملحه في الاخير، تنضيفو قبيصه د الملحه كما قلت لكم ملي تتخرج الحلاوه تتحافظ عليه. هنايا نضيفو فاني، هاكا تنخليه حتى الاخير باش تبقى النكهه مزيان، تبقى النكهه باينه. هاكا نحركو، ها هو واجد، ساهل دغيا، يعني جوج طرق. الطريقه اللي عجبتكم ديروها بجوجهم، تيجيو رائعين، تيجيو لذاد رائعين بزاف، تيجي زوينين. مبقاوش نعكزو على الحليوات ولا على الكلاص ولا، يعني ها هو جاهز عندنا في الدار. هدا تيصبر حتى الأسبوع، تيبقى لنا في الدار نديرو في التلاجة، ونسدو عليه نديرو في التلاجة، يبقى تا أسبوع في التلاجة، تيبقى مزيان جاهز، تيبقى مزيان وبالصحة والراحة. نتلاقاو إن شاء الله في وصفات أخرين، متنساوش تابوناو عندي وديرو لايك إلا عجبتكم الوصفة، ومع السلامة بالصحة والراحة.